يلا يا بسم الله. يوم حضرتك كنت جوله شمال سيناء، زرت شفت مستشفيات الشيخ زويد، شفت معبر رفح، واليوم سيادتك انهيت زياره لمستشفى العجمي. تقييم حضرتك بعد هذا اليوم من شمال سيناء؟ اولا ما اطلعنا عليه من خدمات طبيه نقلهم بالحضانات الى مصر، يعني قراءه حضرتك لهذا القرار؟ نحن نتمنى ان يصلوا، لانه كل هؤلاء الاطفال الخدج موجودين في مستشفى الشفاء وفصلت عنهم الكهرباء منذ يومين او ثلاثه ايام، يعني وهم في وضع صحي خطير جدا، وبعضهم استشهد توفي جراء فصله عن الحضانات في مستشفى الشفاء. نحن علمنا بأن وزارة الصحة المصرية جهزت حوالي 35 سيارة إسعاف مزودة بحضانات للأطفال الخدج، وهذا خطوة مهمة. نشكر وزارة الصحة ومع هذا الحج. سلامات يا حج. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. كمان زملائي زميلاتي بالسفارة، بنشكرك شخصيا على جهودك. ما فيش شكر، احنا مع دواجب. مع اخوانك واخواتك ابناء الشعب الفلسطيني اللي من غزه دواجب. وهذه الشهامه والنخوه المصريه. والله ما قصر، ما قصر الجماعه المصريه اللي احنا يعني عهدناها فيكم في الشعب المصري، شعب واحد، وزي ما بتقولوا بمصر بمركب واحد، مركب واحد، واحنا بنقول فلسطين بفندق واحد، عشان احنا دم واحد، احنا بفندق واحد. صعيد الاصيل والله ما قصر، الله يخلف عليه وبارك الله فيه. بس احنا كان في حاجة احنا مش قادرين نجيبها، الموضوع الشرايح. الشرايح واي فاي هنا، الشرايح جوازات السفر. احنا يعني مش كلهم جوازات السفر دي بتاعة السفير. ما احنا بدنا نحاول معاك، في معك كروت، كروت بيضاء، نحاول نجيب لكم قرار على كروت تاخده ان شاء الله. احنا عايزين والاتجاهات بالنسبة لنا احنا موضوع الطلبات العالقين اللي هم في السبيل، هو بيجي السبيل والسبيل العالقين، احنا هنروح للاستشفاء، هنروح لهم الاستشفاء، احنا يجونا برضو الاستشفاء. وين هم؟ في حد احنا العالقين بيجوا على البسيطه، يعني بسيطه القائم بالموضوع العالقين الحقيقي. لا ابو هيثم خلاص تمام، احنا نشوف. انما بالنسبه للمرافقين، المرافقين اخواتنا كلهم كله موجود الحمد لله، المصابين الحمد لله، اي احتياجات ليهم خارج مش موجوده في المستشفى احنا أهل البصيرة. عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليك السلام. سلامات. حجي توفيق الشاشر. حجاوي. حجي توفيق. حجي توفيق. احنا مش عايزين نعطل حضرتك، بس احنا واجب الضيافه، بس عايزين نشرب حاجه. نرجع لك ان شاء الله مره ثانيه. حجي كمال بعد اذنك. نرجع لك مره ثانيه عشان